انطلاق مفقعة الجمهور والحضور الكريم 14 من الجهة المهجنة الصيدة تشارك مسافة 1600 متر. انطلاقة جميلة وقوية من وسط الجياد، حمى بشكل قوي ملك السيد خليفة بن محمد خليفة العطية وفالع بغنيم، ومن الجهة الداخلية شمام بوتيل إبراهيم إسماعيل المالكي والفارس جيمي كوين، ومن الجهة الخارجية محاولات لعطاف بشكل جميل وقوي ملك السيد خليفة بن شاي الكواري والفارس هاري بنتي، إعازات مبكرة ومحاولات للحاق من الجهة الوسطى، هناك الجواد ابن الملك المهندس حسن علي عبد الملك وسليم غلام، والجياد بشكل سهم متجه إلى نقطة 1000 متر، محاولات شمال بوذيلة يحاول للعثور على فجوة ولكن الصدارة مع الجواد 9 عطاف بشكل جميل وقوي، والوصافة مع شمان بوثيلة بشكل جميل وقوي، محاولات للحق من الجهة الخلفية ولكن الصدارة جميلة وإعازات مبكرة 600 متر على خط النهاية، المنعطف الأخير بالاتجاه إلى خط النهاية شمان بوثيلة يدخل 400 متر متجها إلى خط النهاية، محاولات للحق هناك من قبل الجواد حمى وأيضا الجواد محاولة أيضا للجواد أبيان، ولكن شمان بوثيلة بفارق بعيد عن باقي الجياد إبراهيم السيد المالكي مالكا ومدربا، وجيمي كوين في الترتيب الثاني، هناك شريف بوثيلة ولكن شمان بوثيلة بطل هذا الشو. ونتائج الشوط الأول أعزائي الجمهور والحضور الكريم، جاء بالمركز الأول الجواد رقم 6 شمام بوتيلة ملك وتدريب السيد إبراهيم السيد إبراهيم المالكي، والفارس جيمي كوين مبروك بتوقيت وقدره 1:40.80 من الثانية. في الترتيب الثاني جاء الجواد رقم 13 شريف بوتيلة ملك سيد منصور خليل مبارك المنصوري والفارس جيرالد أفرانش، وفي الترتيب الثالث جاء الجواد رقم 12 حمامة ملك سيد جابر سلطان أحمد جابر الجابر والفارس ستيفان لجاج، وفي الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 2 اندفاع ملك السيد بن أسان فدغم عمر الهجري والفارس راشد علي الصاق، وفي الترتيب الخامس جاء الجواد رقم 9 عطاف ملك سيد خليفة بن شعيب بن خليفة الكواري والفارس هاري بنتلي. ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة وحظا أوفر للذين لم يحالفهم الحظ.